المسؤول محمد شاكر. سلام عليك يا فندم. سلام ورحمة الله وبركاته. بداية طبعا أنا بحيي حضرتك وبشكرك طبعا على مجهودك الجميل ده، وأتمنى يا رب إن كل مزارعين مصر يأخذوك قدوة، وبقول لك كل سنة وأنت طيب ومناسبة عيد الفلاح. سعيد بلمسة الوفاء اللي لمستها من حضراتكم والله. ربنا يخليك يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب. أعتقد يمكن دي أجمل هدية ممكن تهديها يعني لزمايلك وإخوانك الفلاحين في عيد الفلاح. والله أنا بقول لكل الفلاحين حبوا الأرض والأرض بتحبكم. دي حقيقة. كلمني بقى، عملت ايه الارض بتاعتك عشان ما شاء الله تنتج كل هذه الكميه؟ وسعادتك والله هي حاجات بسيطه جدا. الاول بنختار السلاله الكويسه اللي بيوصوا بيها في الارشاد الزراعي. انا كنت زارع 6-12. نعم. نوع من القمح اسمه 6-12. طبعا اي محصول إن كان زي الطفل تمهد له المهد بتاعه، المهد يعني اللي هو بيتحط فيه النبات. تمام. لما يبقى المهد جيد النبات يبقى جيد. حضرتك المهدي دي ده عبارة عن حرث جيد، تسوية جيدة، بنمشي بالمقررات اللي بيوصوا بيها في الإرشاد الزراعي في من ناحية الأزوت، لأن الأزوت لو زاد شوية المحصول ممكن يقل، لأن ممكن النبات بنسميه احنا عندنا إنه يحصل فيه بيرقد، ونراد القمح ما بيجيبش إنتاجية خالص. فلما نتعامل معه بالمقررات اللي هم بيتاحها واللي هم بيوصوا بيها بالنسبه للازوت، فحضرتك بيمشي النبات 100 100. بحس حضرتك برضو نسبه النبات بتبقى مكثفه اللي بيوصوا بيها برضو، علشان يعني كل ما كانت نسبه الانبات جيده كل ما كانت المحصول وفير. ما شاء الله. وطبعا عدم التعطيش والسقيه بنظام، يعني هي منظومه متكامله حضرتك بتودينا للانتاجيه دي وحاجات مش صعبه خالص. تمام. حاج محمد، انت السنه دي حققت انتاجيه كبيره جدا من القمح، والسنه اللي قبلها كانت انت برضه كميه كبيره جدا وانتاجيه ما شاء الله وفيره لمحصول الذره. احنا لو وصلنا بالانتاجيه دي قسما بالله ما نحتاج حاجه من بره ولا نحتاج اي شيء. يعني رؤيتك احنا ممكن نحقق الاكتفاء الذاتي لو كل الناس اقتدوا وحذوا بحذو حضرتك. يعني في فرق بين واحد بيجيب 14 ارداد من واحد بيجيب 26 ارداد، ففي فرق حضرتك عالي جدا. وهي هو ده يعني حضرتك بدل ما بسيب الميه كده على الغيط بسقي بالحوال، يعني هي شويه حاجات كده ملاحظات بسيطه بتديك الانتاجيه دي. نعم. يعني انا بشكرك جدا وبتمنى لك التوفيق، وبتمنى يا رب من كل اخواننا المزارعين يعني يقتضوا بحضرتك ويحذوا حظوك. وانا